إذا نذهب الآن لحظة إلى الزميلة مريم تسوري، موفدة ميديان تي في، إلى مقر حزب التجمع الوطني للأحرار. مريم تسوري، كيف هي الأجواء لديك؟ أهلا محمد، أهلا بكم مشاهدين. إذا يوم مر على هذه الاستحقاقات الاستثنائية، المواطنون يعني توجهوا طيلة اليوم لاختيار ممثلين في مجلس النواب والمجالس الجهوية والجماعية، لاختيار صناع قرار يكونوا قادرين على يعني تلبية أو تكونوا يعني في مستوى تطلعات الناخبين. حتى الآن يعني على ما يبدو عملية فرز الأصوات ما زالت متواصلة، فور يعني إغلاق مكاتب التصويت توجهنا هنا في حدود الساعة 7:30 مساء إلى مقر المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يعني لرصد الأجواء هنا ويعني معرفة النتائج الأولية أو الجزئية. حتى الآن يعني لم تردنا أي أرقام رسمية حول يعني مكانة أو الرتبة أو أعداد البقاعد لعز حزب التجمع الوطني للأحرار. الأمين العام للحزب عقد في تمام الساعة 10:30 مساء ندوة صحفية أعلن فيها أنه لن يتم اليوم الإعلان عن النتائج الخاصة بحزبه، يعني في انتظار إعلانها من قبل وزارة الداخلية، وأعطى موعدا ليوم غد في حدود 12:00 زوالا لعقد مؤتمر أو ندوة صحفية يعلن فيها عن النتائج الرسمية. الأمين زميلة العام مريم تسوري، تلك الندوة ما دام رئيس التجمع الوطني للأحرار قال بأنه نتائج الحزب تظهر منتصف نهار الغد على الأقل من جانب الحزب، من خلال جس ردود الفعل تصريحات قادة التجمع الوطني للأحرار في مقره، كيف هي الأجواء؟ هل هناك ترقب لاكتساح؟ هل هناك أجواء إيجابية والترقب لنتائج إيجابية أم ماذا؟ يعني في عند يعني معاينتنا للأجواء هنا كانت تبدو هادئة نسبيا، عند يعني بعد التصريحات لعدد من قادة الأحزاب يعني أظهروا وصرحوا ب يعني نبرة من التفاؤل من يعني نتائج هذه الاستحقاقات، خصوصا بعد نسبة المشاركة التي يعني ارتفعت إلى نسبة 50%، وأكدوا بأن هذه النسبة مهمة جدا، كما قال الأمين العام لحزب الاستقلال وكذلك عدد من أعضاء الحزب، أنها نسبة تبين يعني مدى وعي المواطن بالعملية الانتخابية في يعني هذه الظرفية، كذلك تبين أن يعني المواطن المغربي يريد التغيير ويبحث عن البديل عن صناع قرار جدد يعني يتماشون مع تطلعات الناخبين. أريد أن أقول كذلك أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار تحدث عن الحملة الانتخابية وربطها ب يعني ربما كان لها وقع في يعني ليتصدر ربما الحزب يعني مراتب مهمة في هذه الاستحقاقات، أكد على أنها كانت حملة عن بعد يعني بامتياز، ركز فيها على فئة الشباب، ركز بالتحديد على مواقع التواصل الاجتماعي، على يعني مواقع إلكترونية عديدة، يعني كانت هناك حملة قال إنها كانت تعبئة شاملة ليعني الوصول أو توصيل برنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقول إنه يركز. نعم محمد، شكرا لك مريم التسوري، سنعود إليك في سياق هذه التغطية.